السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أعمل مسار معين وأخلي الفاميلي تبدأ تتحط فيه، أول حاجة أعملها إن أنا هبدأ هنا أقول له أنا عايز فاميلي تايب، فاميلي تايب أهيت أقول له ده، هختار منها نوع الفاميلي اللي أنا عايزه، تمام. مجرد تغيرها طبعا هتغير في كله. طيب بعد كده هقول له إيه، هقول له instance انا عايزها باي بوينت، يبقى انا هديله الفاميلي تايب وهديله البوينت اللي انا عايزها. اقول لكم مثلا البوينت دي اهي، بوينت العادي بتاعها بتبقى 0 0، بوينت باي كوردينيت، دي سهل ان انت تتحكم فيها، هتبقى في 0 0 هي. طيب عايزها تظهر عندي الفاميلي دي هنا، فهقول له جيومتري، خلينا نكتبها هنا جيومتري element جيو لو عملت زوم هتلاقي الفاميلي اتحطت بدل النقطة. طيب لو انا عندي كيرف وعايز احط الحاجة دي فيه، طيب هبدأ أرسم الكيرف بتاعي، هاجي هنا في موديل إليمنت وهقول له أنا عايز أرسم السي لاين بالشكل دوت. منطقيا كده أول حاجة لازم أعملها إن أنا أعرف الكيرف ده جوه المشروع، عايز أعمل عليه سيلكت، فلازم أجي هنا أقول له سيلكت موديل، أنا عايز أعمل سيلكت الموديل إليمنت، بيقول لي أعمل سيلكت أهو. طيب انا عايزه يحس ان ده كيرف، سيلكت اللون اتغير خلاص هو كده حس بيه، فهقول له انا عايز بقى ده element كيرف ده، هياخد العنصر ده يعرفه ان هو كيرف عندي. طيب دلوقتي بقى عايز ابدا ايه، اوزع، هقول له كيرف باي بوينت، بوينت بارامتر، هديله الكيرف دوت وهبدا بقى اديله من فين، يعني اعتبر ان الخط ده الكيرف ده كله واحد، فانا لما هديله نمبر، النمبر ده خلينا نجي هنا المينيمم 0 الماكسيمم 1 الستيب 0.1، تمام. هتلاقي النقطة هتبدأ تتنقل معايا دي كده 0.7، لو حركتها شوية 0.3، 0.2، 0.1، واحد ده يوصل للآخر. طيب أنا بقى عايز أحط الفاميلي ديت بدل النقطة دي، تمام. عايز الفاميلي ديت هي اللي تبقى هنا بدل النقطة دي. طيب خلاص، يبقى أنا هعلم ديت، هقول له النقطة دي هي اللي تحطها هنا، تمام. فهو كده هيفهم ان الفاميلي دي لازم تبقى هي اللي موجوده في العنصر ده. طيب انا كده حطيت واحده بس، طب اقدر انا عندي مسار طويل وعايز احط عدد كبير جدا، طيب يبقى انا كده هلجأ لحاجه اسمها رينج. الرينج دي، الرينج ده بيقول لي ايه، بيقول لي انا هحط لك عدد كبير من الفاميلي مش واحده بس. طيب عايز مني ايه، عايز مني 3 ارقام مش رقم واحد. اول حاجه الستارت بتاعتي، وبعد كده الانت، وبعد كده الستيب. طيب الستارت تبقى بالشكل دوت، الانت هديله نمبر، النمبر ده الانت بتاعي هخليه بواحد، ماشي. الستيب بتاعتي يعني هيعد مثلا 0.1 0.2 0.3
هي 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 كل شوية هيكبر بمقدار قد ايه؟ اقول له ده مقدار 0.1. طيب خلي بالك لما تيجي هنا الليستة دي فيها كام واحد؟ فيها 0.9 لواحد، عشان هنا الستارت بتاعتي المفروض يبدأ بوينت 1. طب هنا كده الليستة بقت فيها قد ايه؟ فيها الأرقام دي تقريبا 9 أرقام. طب هنا هو هنا مش شايف غير رقم واحد بس، ليه؟ لو جيت هنا هتلاقي ليسنج اختارها لونجست، يعني خد بالرقم الأكبر، تمام؟ هيبدأ بقى ياخد الفاميلي دي يوزعها بشكل دوت. طيب زي ما شفنا بدأ يوزع بالشكل دوت بعد ما شوف. فسهل جدا دلوقتي ان انت تاخد اي فاميلي وتبدأ توزع عليها زي ما انت شايف المسار بتاعك، تبدأ توزع عليها. وممكن تقول له الستارت عندي هنا من زيرو، تمام؟ هو هيبدأ يطبق بحيث ان هو تظهر معاه من الاول خالص.